مساء الخير استاذ صابر. عادي حبايبك يا عسل. عمل اخر جديد، كليب جديد مع ريطانا ايضا مقبل من الالبوم الجديد ان شاء الله. ان شاء الله بقيت على الاغنيه مهرجانات مقبله قرطاج بعلبك اهم شيء قرطاج من المهرجانات كذا اللي المهمه. عمل مع وردة الجزائرية المقبل سيبصر النور قريبا، يعني ان شاء الله بمناسبه يعني اربعينيه الراحله وردة ان شاء الله يكون جاهز. مساء الخير استاذ صابر، موقع حصريا. اهلا وسهلا حبيبي. انه اول شيء بدنا لك الف مبروك لليلى استلامك الجائزه. الله يبارك. وكيف تنظر للحفل اللي بيجمع هالكم من النجوم العرب ببيروت؟ هو حضور مهم جدا، حضور يعني التقاء للنجوم الكل مهم جدا لينا. ان شاء الله يكون تكون سهره ممتعه ان شاء الله. نتمنى لك ان شاء الله. شكرا.